طيب وده كلام قلناه وهنقوله تاني. طب هل وزراء المجموعه الاقتصاديه بيشتغلوا؟ لا. موجه الاسعار والغلاء اللي موجوده دلوقتي بصراحه شديده يا جماعه، بتمثل خطر كبير. والحقيقه ان الناس في مصر متعلقه في شخص الرئيس. يعني الناس في مصر لما بتيجي تتكلم عن اي حاجه تقول لك الرئيس. دي صورة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، لأن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبوع ده كان له تصريح بيقول إحنا خلال عامين هنبقى من أفضل الاقتصاديات. هما العامين دول مش يعني مفترض إن إحنا نشتغل فيهم من دلوقتي؟ لما تقرأ بقى تفاصيل التصريح هتلاقيه بيقول، خلينا بس نقف عند الدكتور أشرف العربي يا جماعة لو سمحت، هتلاقيه بيقول إن إحنا معتمدين بشكل كبير جدا على الاستثمارات اللي هيضخها القطاع الخاص. فأنا النهاردة أجريت مجموعة من الاتصالات فيما يتعلق بمسألة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص في مصر ما بيشتغلش. فسألت بصراحة، هو القطاع الخاص ما بيشتغلش ليه يا جماعة؟ حد يقول لنا؟ اتقدمت لي مجموعة من التفسيرات. أولا إحنا عندنا القطاع الخاص زي ما ناس كتير شرحته لي، في القطاع الخاص الصناعي اللي بيشتغل على الصناعة، وفي القطاع الخاص التجاري. القطاع الخاص التجاري خد ضربة قوية جدا بعد القرارات الخاصة بمنع الاستيراد. وبالتالي جزء كبير جدا من الناس اللي كانت بتشتغل في القطاع الخاص في مجال الاستيراد انسحبت من السوق وبدات تطلع، خلاص مفيش استيراد. ده له خطر؟ اه طبعا له خطر على الاقتصاد الكلي، يعني طبعا السياسه النقديه السيد طارق عامر والحكومه بتبص للمبالغ اللي وفروها من مساله الاستيراد، لكن بيبصوا في النظره الكليه للاقتصاد، دي مساله محتاجه يعني نظره ثانيه. طيب وزير التخطيط اللي بيقول القطاع الخاص هيشتغل، هيشتغل ازاي؟ هيضخ الاستثمارات ازاي؟ اذا كان القطاع الخاص الصناعي عنده مشكله كبيره جدا ان في سعرين للعمله، وسعرين للعمله هو بيضطر يجيب العمله من السوق السوداء بصراحه، لان هي مش متوفره اصلا بالكم اللي هو عايزه عشان الاستثمار، فبيجيبها من السوق السوداء. طب لما تيجي الضرايب تحاسبه هتحاسبه على انهي سعر؟ اللي جابه من السوق السوداء ولا السعر الرسمي؟ هتحاسبه على السعر الرسمي، يبقى الراجل خسران. طب المستثمر اللي هيجي من بره ده قبل ما يبدا 25% خسران، طب هيبدا ليه؟ ما الحكايه لازم نفهمها. في ناس بتقول لي هو في فرصه للقطاع الخاص، يعني ناس مش متخصصه يعني، ما القوات المسلحه هي اللي بتشتغل. ايوه القوات المسلحه هي بتشتغل، بس ما فيش حد بيقول ان في قرار ان احنا نغلق بقرار الباب في وش القطاع الخاص رسمي كده، لا ما فيش كده، يعني ما سمعناش هذا الكلام من حد بشكل موثق، لكن احنا بنتكلم عن صعوبات حقيقية تواجه القطاع الخاص. النهاردة كان مفترض في اجتماع وفقا لما أكدوا لي عدد من المستثمرين مع السيدة داليا خرشت وزيرة الاستثمار، كان الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. الساعة 5 اعتذرت عن الاجتماع وفقا لتصريحات واضحة من عدد من المستثمرين. كلمنا الوزيرة ما بتردش، كلمنا مكتبها في الآخر بعد ما طلع روحنا ادولنا إجابة، ما كانش في اجتماع أصلا يا جماعة، مين اللي قال لكم الكلام ده؟ يعني ما هو يعني أنا مش فاهمة، هل ده معناه إن المستثمرين لازم أقول الكلام بقى، المستثمرين بيكذبوا ولا الوزيرة اللي بتكذب؟ أنا آسفة، ما أصل المسميات لازم تتحط بمسمياتها، ما مش هينفع نجمل الصورة أكتر من كده. الغلاء وارتفاع الاسعار زي ما قلت لحضراتكم في رقبه الرئيس، الناس ماسكه في الرئيس، ما تعرفش غير الرئيس، ما بتفكرش في ان حد هيحل لها مشكلتها غير الرئيس. ده ليه؟ لان في عدم احساس، هختار الكلمات بقى، عدم احساس بوجود واضح لحكومه المهندس شريف اسماعيل. في عدم احساس بالمساله دي؟ ما هما لو موجودين الناس في الشارع هتقول زي زمان فينك يا حكومه؟ انقذينا يا حكومه. لا، الناس بتقول فين سياده الرئيس؟ انقذنا يا سياده الرئيس. لان اللي بيساند الرئيس هو جهازه التنفيذي، هي السلطه التنفيذيه، هي رئيس الحكومه، هي الوزراء اللي بيشتغلوا في هذه الحكومه. هل وزراء المجموعه الاقتصاديه بيشتغلوا؟ لو كانوا بيشتغلوا ما كانتش الدنيا. في حد من وزراء المجموعه الاقتصاديه ناقشته في الموضوع ده يوم افتتاح الاسمرات، قلت له انا زعلانه جدا، الناس مستاءة، موجه ارتفاع الاسعار بيئن منها الجميع بدءا من الطبقات المتوسطه العليا، وانت نازل بقى كل الناس دي بتقن، ما هو القدر بيقولوا لنا ما هو الناس بتستهلك، ما هو طبعا الناس بتستهلك لان هي محتاجه تاكل وتشرب، في ناس اغنياء بتصرف، طبعا بتصرف زي ما هي بتصرف بس ما عندهاش مشكله. لكن انا بتكلم عن طبقات متوسطه عليا كانت عايشه كويس، ما كانش عندها مشاكل، بتكلم عن طبقات متوسطه كانت بتعيش بالكاد لكن موجوده وبتكافح، بتكلم عن معدومي الدخل مش بقى محدودي الدخل، معدومي الدخل كانوا بيواجهوا صعوبات، لكن دلوقتي
لا هم في وضع صعب، واحنا سجلنا على فكرة، نزلنا وحاولنا نشوف على الأرض ماذا يحدث في مسألة الأسعار. عندنا مشكلة كبيرة جدا، موجة الغلاء صعب جدا، الفاتورة السياسية التي ستدفع طرفا بعينه هو اللي هيدفع. يعني حكومة شريف إسماعيل لو ما بتشتغلش يا ريت هي اللي هتدفع الفاتورة، لكن الناس بتئن بشكل لا يتخيله أحد. طيب نشوف مشكلة الرز، والمرة دي قررنا ان احنا ما نروحش. احنا طبعا عندنا فقرة بكرة هنزعها على حضراتكم، نزلنا في عدد من مناطق القاهرة، لكن زميلنا عبد الله منتصر راح الغربية وعدد من المدن في الغربية عشان نشوف ايه اخبار الاسعار. وخلاص ايام قليلة على شهر رمضان المبارك، كل سنة حضراتكم طيبين. السلع موجودة، الرز موجود، الحاجات البسيطة السلع الأساسية موجودة. بلاش حكاية يا ميش رمضان دي مرحلة تانية، كلام تاني.